الاهلي، وبشكرك على وجودك معانا وظهورك معانا في السادسه. مايكل هورنك، هل صوتي واصل لك؟ نعم اسمعكم جيدا، مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. يعني بدايه خليني ابتدي معاك من اللاعبين المصريين اللي يمكن اللي خدوا تجربه الاحتراف في الدوري التشيكي، ويمكن كان منهم احمد عبد القادر نجم النادي الاهلي حاليا واللي اتدرب معاك في سبارتا براغ فريق 21. عايز اعرف رايك في قدرات وفي موهبه احمد عبد القادر. أحمد بالطبع لاعب ممتاز ومؤهل جيدا، إلا أنه في بعض الأحيان كان ينفرد بالكرة، ولكن ليس كثيرا، كان ينفرد بالكرة بشكل مبالغ فيه. إيه أهم النصائح اللي أنت اتكلمت فيها مع أحمد عبد القادر أثناء مسيرته في سبارتا براغ؟ مساعدته على التأقلم على ثقافة وطريقة لعب مختلفة أكثر تعاونا، وللمزيد وأن يتعاون على أو يتدرب على المزيد من اللمسات للكرة، وأردنا أن يكون مدافعا يعني جيدا. يمكن تجربة محمد صلاح أثبتت أن اللاعبين المصريين عندهم قدرة على التألق والتوهج والوصول لأعلى المستويات في السنوات الأخيرة، وأعتقد أنه تجربته أو مرحلة انتقاله لليفربول أثبتت ده بشكل قاطع. هل ده ما شجعش الأندية التشيكية على فكرة احتراف اللاعبين المصريين فيها؟ في الحقيقة هذا سؤال من الصعب الإجابة عليه، ولكن بالنسبة لنادي سبارتا براغ فتركيزون الآن على شمال أوروبا حيث تتم الانتقالات من الأندية هناك، وهذا ما أكده أيضا المدرب الدنماركي الذي وصل إلينا منذ فترة وجيزة. سبارتا براغ يمكن واحد من أكبر الأندية في التشيك، والكرة التشيكية الحقيقة على مدار تاريخها قدمت يعني مواهب واسماء على اعلى مستوى. كنت بتكلم في بدايه اللقاء بيك عن اسماء بحجم يان كولر او بافل نيدفيد او بيتر تشيك وغيرهم من النجوم. ليه ابتعد المنتخب التشيكي او ما بقاش المنتخب التشيكي بنفس القوه، وما بقتش الكره التشيكيه عموما بتصدر للفرق في اوروبا عموما نجوم من العيار الثقيل يعني؟ أشهد أن الجيل تغير، تغير الجيل ولم يعد اللاعبون الشباب أو الناس بشكل عام يريدون تقديم أقصى ما لديهم لهذه الرياضة، ولكن هذا منطقي جدا في أي مجال، حيث لا يمكن لأي جيل أن يبقى على عرش القمة بالطبع للأبد. رغم عدم القدرة على التأهل لبطولة كأس العالم 2022، هل بتشوف أن الجيل الحالي ممكن تبني عليه مستقبل للكرة التشيكية، أو يعني تحقيق بطولات أو مشاركة في بطولات كبيرة على مستوى كأس العالم، ولا الكرة التشيكية أو منظومة الكرة التشيكية في حاجة إلى إعادة نظر من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الجيل الحالي أو أن اللاعبين بشكل عام سيعودون مرة أخرى كسابق عهدنا مع رياضة كرة القدم، وخصوصا أن لدينا نجوم من الجمهورية التشيكية في أندية كبرى مثل ألمانيا وإنجلترا. ازاي بتبص لبطوله او نسخه كاس العالم المقبله، ومين المنتخبات من وجهه نظرك الاوفر حظا في تحقيق اللقب؟ أعتقد أن أندية مثل إنجلترا والبرازيل والأرجنتين لديها الكفاءة والقدرة العالية للوصول والمنافسة على لقب كأس العالم. يعني أنت يمكن مسيرتك التدريبية كانت مع الفرق الشباب والناشئين، إذا كنت بتكلم أو بتقدم النصيحة للشباب المصري أو اللاعبين المصريين في مرحلة شباب إيه الراغبين في البحث عن فرصة احتراف، إيه أهم النصائح اللي ممكن توجهها لهم؟ نقطك
أعتقد أن اللاعبين عليهم أن يتمرنوا جيدا، فقد كان معي اللاعب الماهر أحمد عبد القادر وكان قد أتى إلينا من مصر، كان يحتاج المزيد من التمرينات، ولذلك أعتقد أن اللاعبين عليهم أن يركزوا على شيء واحد فقط، وهو أن يكونوا ذو لياقة عالية. مايكل هورنك نجم الكرة التشيكية، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. فقراتنا مستمرة والكلام طبعا نرجع بقى لموضوعنا المهم، مباراة فاركو بكرة، والكلام على طريقة وشكل أداء النادي الأهلي في مواجهة فاركو، وما زال الأمل باقيا على الأقل بالنسبة لي. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل.